أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا
يدركه الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدركه الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان ومن ورائه عذاب غليظ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم بعد ذلك لميتون لميتون لميتون
لميتون لميتون لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون فأخاف أن يقتلون فأخاف أن يقتلون فأخاف أن يقتلون ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعلم
يعصمكم من الله قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا وقتلوا تقتيلا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم قال فيها تحيون وفيها تموتون وفيها تموتون 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 وفيها تموتون وفيها تموتون وفيها تموتون وفيها تموتون وفيها تموتون ومنها تخرجون ومنها تخرجون ومنها تخرجون ومنها تخرجون ومنها تخرجون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر
فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال
وما لهم من دونه من وال. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل
كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض 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 ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض 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 ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا
فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا
تدميرا تدميرا تدميرا تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا ثم دمرنا الآخرين ثم دمرنا دمرنا ثم دمرنا الآخرين 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 وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ومكروا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين أنا دمرناهم وقومهم أجمعين دمرناهم وقومهم دمرناهم وقومهم أجمعين دمرناهم وقومهم أجمعين دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم بل هو ما استعجلتم به بل هو ما استعجلتم به بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ريح فيها عذاب أليم ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء تدمر كل شيء تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء تدمر كل شيء تدمر كل شيء تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وأما عاد فأهلكوا بريح
فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة
كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ومزقناهم كل ممزق قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون
وكأي من قرية هي أشد قوة هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين إن بطش ربك لشديد يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون إنا منتقمون فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان
سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وأخذوا من مكان قريب إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مريا لأرجمنك واهجرني مريا لأرجمنك
لأرجمنك واهجرني مريا، لأرجمنك واهجرني مريا، لأرجمنك واهجرني مريا، لأرجمنك واهجرني مريا. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، 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 من المرجومين، من المرجومين، من المرجومين، من المرجومين، من المرجومين. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، 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 وليمسنكم منا عذاب أليم، لنرجمنكم، وليمسنكم منا عذاب أليم، لنرجمنكم، وليمسنكم منا عذاب أليم، لنرجمنكم، وليمسنكم منا عذاب أليم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها، وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أكابر مجرميها ليمكروا فيها، أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وشددنا أسرهم، وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، شديد العقاب، شديد العقاب، ذي الطول، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. فوربك لنحشرنهم والشياطين، ثم لنحضرنهم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن، أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. الذين كفروا لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه، 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 لأعذبنه عذابا شديدا، لأعذبنه عذابا شديدا، لأعذبنه عذابا شديدا، لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، لأعذبنه عذابا شديدا،
لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وما أضلنا إلا المجرمون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين
ربه مجرما إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا لا يموت فيها ولا يحيا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين